اهلا بكم في حلقه جديده من ارت لاب. انا احمد عبوده وفيلم النهارده ذا سكوير. فيلم ذا سكوير هو فيلم سويدي من انتاج سنه 2017 وهو فيلم دراما وكوميدي ساخر جدا من الوضع. الفيلم بيحكي قصة مدير معروضات في متحف الفن المعاصر في ستوكهولم بيلاقي نفسه في وسط كوارث على الصعيد الشخصي وعلى صعيد العمل لما بيحاول ان هو يبتدي عرض لعمل فني فلسفي اسمه The Square او المربع. الفيلم من اخراج وكتابة المخرج السويدي روبن أوستلند، وهو يعني من معشوقين مهرجان كان. الراجل افلامه كلها بتخش. الفيلم اللي قبله كان ناجح جدا في مهرجان كان، وهو افلامه دايما بتحاول ان هي تستكشف الطبيعه البشريه، سلوك البشر ان بابليك، ولما بيتحطوا تحت ضغط ومبادئهم ومعاييرهم بتحصل لها ايه. مدير التصوير هو فريدريك فينزل. الفيلم من بطوله كلايس بانج في دور كريستيان، وبيشاركوا البطوله بقى بشكل جانبي شويه الرائعه اليزابيث موس في دور ان. من اول لقاء في الفيلم هنلاحظ المعضلة. ايه المعضلة؟ كريستيان ده شخصية هو مقتنع ان هو كويس، مقتنع ان هو بيأثر في المجتمع بشكل كويس، بس مش بيعرف دايما يساعد ازاي. تمام، كلنا كده، ولكن بنشوفه من اول لقطة لما المذيعة بتجيله تعمل معاه حوار، وهو بقى الورق بيقع منها، بيقف كده بيتردد اوطى اجيب الورق ولا لا. بعد كده بيقول لها انا بقدم الفن لستوكهولم سويدن وحتى الزوار، بيقولهم بالترتيب ده بالظبط كده. بنبتدي نحس بقى كلام ممكن يطلع عادي، ولكن اللي خلال الفيلم كله هو بيراقب الدقائق في سلوك البشر، الحاجات اللي الناس بتعملها ومش واخده بالها. الترتيب اللي هو قاله هنا ده هو ده الترتيب اللي في نظر الناس طبيعي ومنطقي وعشوائي، ولكن هو ترتيب فعلا، هي طبقات. ستوكهولم رقم واحد، السويد رقم اتنين، وبعد كده زوارهم. بيقولها even the visitors، يعني حتى الزوار ممكن نقدم لهم، اللي هو كأنه تنازل منه. بنلاقي ان هي بتبص من تحت لفوق وهو بيبص لها من فوق لتحت، في نظرة فوقية شوية، هو صاحب باور، هو صاحب مركز، هي منبهرة بيه جدا. بيحصل موقف طريف جدا كده، بتديله كلام هو كتبه على الموقع بتاع المتحف، وبتقول له انا مش فاهماه، انت طبعا عبقري وانتليكتشوال قوي ومثقف، فهمهولي. فبياخد الكلام بيتلخبط، ما بيعرفش يفهمه قوي. بعد كده بيقول لها ان احنا كنا بنناقش، هو حاجه طبعا ملهاش علاقه بالمكتوب خالص، بس كنا بنناقش اللي يخلي الفن فن. يعني لو انا خدت شنطتك حطيتها هنا في العرض ورايا، هل ده يخليها فن؟ طبعا ده الفن ده اللي هو بقى المودرن ارت، مش لوح بيكاسو والموناليزا، لا ده المودرن ارت اللي هو لما بتخش تلاقي بقى حاطط لك مثلا كرسي لونه احمر ويقول لك ان ده عمل فني، هو ده نوع من الفن. في ناس بتحبه، في احيانا فعلا بيكون مؤثر وبيقول حاجه حقيقيه، ولكن مش دايما طبعا، في هجس كتير في الموضوع ده. طبعا انعكاس للمشهد اللي بعده، هم بقى بيشيلوا تمثال من ساحه المتحف عشان يعملوا مكانه ذا سكوير اللي هو العمل الفني. فبنلاقيهم هم بيشيلوا التمثال بيقعد يكسر، اللي هو ده فن، التمثال ده فن المفروض، ولكن مش ده الفن اللي احنا عايزينه، فيقع يكسر عادي. العمال بيقفوا يضحكوا. بعد كده على انقاض والارض مكان التمثال بيعملوا ذا سكوير بقى، مربع مضيء في وسط الساحه. طبعا المربع ده مكتوب على لوحه فيه ان هو معمول للثقه، المساواه، الاهتمام ببعضنا وواجبنا ناحيه بعض. وكعاده المخرج بيقطع من حاجه لنقضها تماما، بعد المربع يروح جايب لك ايه؟ ناس نايمه في الشارع، ناس بتعدي جنبهم كانهم ولا حاجه، كانهم كزباله مرميه، مفيش اي مشكله، عادي جدا في واحده من اغنى مدن العالم ناس نايمه في الشارع، وطول الفيلم بيجيبهم واحده واقفه بتقول للناس هل انت عايز تنقذ حياه انسان النهارده، واحد بيحكي يقول لها مش النهارده. لا مبالاه، الناس ما عندهاش اهتمام تماما، وانا مش بلومهم، كلنا كده. لو انت رايح شغل الصبح واحد وقفك قال معلش ومش هتعبره، لان انت عندك شغل، انت مش فاضي لده. بعد كده فجاه الصوت العالي، واحده بتنده وبتقول هيلب، فكله بيبص كده. بعد كده 90% تقريبا من اللي واقفين بيمشي، كملوا ماشي عادي جدا ولا كان حصل حاجه. وبيقف كريستيان واحد تاني، بتيجي بقى عليهم البنت وبتصرخ ده عايز يقتلني بلا بلا بلا. فبيجي واحد وكانه عايز يقتلها فعلا، وبيقول لهم انا ما كنتش عايز اذيكم انتوا. التوجيه ده هنا، ودايما طول الفيلم التوجيه، مين اللي بيحصل له الحاجه الوحشه؟ لو مش انت مالكش دعوه. بنلاقي ان هو هنا بيرملنا ده في وسط الكلام. وبعد كده بنكتشف ان دي كانت حركه عشان موبايله يتسرق، وسرقوا موبايله فعلا، ودي قصه حقيقيه.
المخرج اتعرض واحد صاحبه لموقف حقيقي زي ده وهو حطه في الفيلم بناء على اللي حصل في الحقيقه. الفيلم عامل زي السكتشات، كل مشهد عباره عن سكتش في فكره وبنطلع منه بحاجه ساخره، فبيعلق في كل سكتش على سلوك بشري معين وكلهم تحت ثيمه واحده، النفاق الاجتماعي، الفكر المجتمعي اللي احنا عايشين فيه والمجتمع اللي احنا بنيناه. بنروح بعد كده لمشهد تاني وهم قاعدين في المكتب وجايبين اتنين شباب خبرة في السوشيال ميديا، السوشيال ميديا بقى لها خبرة دلوقتي، وقاعدين بيتكلموا ان السكوير ده احنا عايزين نعمل حملة اعلانية للسكوير، السكوير ده مش مثير للجدل كفاية. ابن انت تطالب ان الناس يبقى في مكان كلنا نتساوى بيه ونبقى كويسين، ده مش مثير للجدل كفاية. فطبعا لان احنا عايشين في زمن الناس ما بتهتمش بحاجة اكتر من 3 ثواني، وطبعا هم عارفين ده لان هم خبرة في السوشيال ميديا، فبيقولوا لهم لازم حاجة مثيرة للجدل. بعديها بنروح للقطة وهم واقفين بقى للمتبرعين والاغنياء والوان برسنت بقى 1% فوق في المجتمع السويدي، وهم بيشرحوا لهم ايه اللي هيتعمل في المتحف وبالتبرعات العملاقة اللي بتدفع، فبيطلع كريستيان بقى عشان يكلمهم عن ذا سكوير. اللقطة دي حقيقي انا شفت الفيلم ده اول ما طلع في 2017، هي اكتر لقطة علقت معي في الفيلم وما عنديش تفسير لده. لما بيقف يتكلم هو المفروض ان هو بيقول خطاب لناس متبرعين واغنياء، في لحظة في وسط الكلام هو فعلا بيصدق اللي هو بيقوله، وفي لحظة احنا فعلا بنشعر بحزن لما الكاميرا بتبتدي بقى تقرب منه بالراحة جدا، احنا بنشعر بحزن، بنتمنى فعلا لو كان ده حقيقي، لو كان فعلا احنا عايشين في عالم فيه مساواة وفيه حقوق وفيه كل الناس بتهتم ببعض، ولكن الطريقة اللي بيقولها بيها في المشهد ده مفرقتش دماغي من ساعتها لحد دلوقت. طبعا الفيلم ده ترافق مع احداث بقى الربيع العربي واللي حصل في سوريا والهجرة واللاجئين، فكان الفيلم ساعتها بيضرب في المكان النفاق الاوروبي والفكر الاوروبي اللي موجود ساعتها. فبيقول لهم ان زي ما الممر بتاع عبور المشاة اللي عند الاشارة احنا مهيئين تماما ان احنا اول ما نشوف الممر ده نركز نشوف هل في حد بيعدي ولا لا، المربع فكرته نفس الحكاية، ان انت اول ما تشوف حد واقف في المربع انت obligated مجبر ان انت تشوفه هو محتاج ايه وتحاول تساعده وتحاول ان انت تتعاطف معاه وتعمله اللي هو عايزه. طبعا بيقرر كريستيان ان هو يروح بقى في رحلة مغامرة عشان يشوف الموبايل ده بقى راح فين، فبيخش في اعماق ستوكهولم في الحتت بتاعه الفقراء والناس اللي مهاجرين، فطبعا بالنسبه له الموضوع كانه داخل الادغال، فبنشوف بقى هنا التوتر والاسترس والعنصريه في اجمل صورها بقى، كل حاجه هنا زي الزفت. طبعا بيهربوا بقى بعد ما بيخلصوا من الخوف وكده كانهم كانوا في اعماق الجحيم. بيروح تاني يوم وهو في مطعم سكتش جديد بقى، وواحدة قاعدة شحاتة بتطلب منه سندوتش، فبيقولها ماشي حاضر من عيني انا معيش فلوس، معي كريدت كارد ده ماشي اديك سندوتش، فهو سهل جدا بالنسبة له تكت الكريدت كارد دي. بتطلب منه بقى تقوله انا عايزاه من غير بصل، بياخد الموضوع بقى بإهانة شديدة جدا اللي هو انت شحاتة ومن غير بصل، يعني انت بتطلبي بتتأمري؟ فبيجيب لها سندوتش عادي جدا وبيدهولها وبيقول لها بطلع انت البصل. السكتش اللي بعده للراجل في المؤتمر الفنان وهو قاعد، وفي واحد قاعد عنده توريت سندروم، وده مرض بيخلي الناس ما تعرفش تسيطر على ردات افعالها، فبنلاقيهم ان هم ممكن يا اما يعملوا اصوات عالية جدا من غير زي تويتشز كده بتجيلهم، او ان هم بيشتموا على طول بصوت عالي جدا بأبشع الشتيمة بتيجي في دماغهم لا إرادي. فبنلاقي ان الراجل بيشتم وكده، والكونتراست بقى ما بين التحضر الشديد جدا والرقي اللي قاعد على المسرح بيتكلم عن فن سريالي، والراجل ده قاعد تحت كل شوية يشتم فيهم وبيرد على كل حاجة بيقولوها بشتيمة. المشهد ده مضحك جدا. بيقوم واحد بقى من الناس اللي عاملين نفسهم فنانين وبيقول لهم ايه احنا المفروض نكون يعني متقبلين الاخر بشكل احسن من كده ونتقبل اختلافه عننا. وطبعا ده مقتبس عن قصة حقيقية حصلت بجد مرة في مؤتمر صحفي. وبعد كده بيختاروا الاعلان بقى بتاع السكوير، وبيختار هنا تحديدا ان بطلة الاعلان وهو طفلة هتخش المربع وهيفرقع، هي هتموت جوه المربع في انفجار. فهنلاقي ان هو هنا اختار طفلة شقرة. حقيقي الفيلم لما اتعمل هو كان شايف السواد اللي جوه المجتمع الاوروبي اللي احنا شفناه بقى بعد كده في حرب اوكرانيا، لما المهاجرين الاوكران وهم واللاجئين الاوكرانيين وهم بيطلعوا لاوروبا، وتعليقات بقى الصحفيين الاوروبيين والسياسيين الاوروبيين لما بيقولوا ان دول زينا. التفريق هنا بقى ما بين
المهاجرين واللاجئين العرب والأفارقة والمهاجرين واللاجئين الأوروبيين الشقر اللي بعيون زرقاء. الفيلم شاف ده من سنين وده اللي حصل قدامنا دلوقتي وده اللي احنا شفناه. بيختاروا الطفلة الشقرة دي عشان يثيروا الجدل ويجذبوا اهتمام الناس، فالإعلام بيعمل مصيبة وبينتشر في كل حتة. فبعد كده بيجي هو بقى كريستيان وبيقعد مع مديرة المتحف وبيدافع عن الإعلان على إنه حرية رأي. هو أصلا وافق على الإعلان من غير ما يشوفه، وهو أصلا وافق على الإعلان من غير ما يعرف فكرته. بنروح لأخو مشاهد الفيلم اللي هو على بوستر الفيلم، وهو مشهد الفنان بقى السريالي أوليج وهو بيعمل عرض في المتحف للافتتاح، بيتقمص فيه فعلا شخصية قرد أو شمبانزي أو غوريلا، وبيتقمصها بشكل بشع مقنع جدا ورهيب ومخيف جدا. الناس اللي قاعدة في الحفلة دي حرفيا هم دول أغنى ناس في السويد في الفيلم وفي الحقيقة، دول فعلا الناس دي هي فعلا أغنى ناس في السويد، وهم حبوا ووافقوا إن هم يبقوا في الفيلم عشان التجربة جديدة بالنسبة لهم. ولكن لما اتعملت طبعا ساعة الفيلم الناس دي خافت زي الشخصيات في الفيلم بالظبط. لما هم بيشوف بقى هو هنا بقى بيختبر الليمت، هو ده العمل الفني بقى بتاع أوليج، ان هو بيختبر ليمت التحضر اللي جواكو، اخركو فين، وهل هو تحضر ولا خوف. فبنشوف ان الكلام اللي بيتقال قبل ما العرض يبتدي اللي هو استخب وسط القطيع، وهتشعروا بالطمأنينة لما تعرفوا ان الكارثة بتحصل لحد تاني مش لنفسك. هو ده بالظبط اللي بيحصل خلال العرض، وبنشوفه بقى هو عمال يستفز فيهم ويخوفهم بشكل فظيع. بيفضلوا ساكتين 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 لحد اللحظة اللي اب بيقوم يدافع عن بنته، هو راجل خلاص ومش لاقي حاجة يعملها اكتر من كده، هم ما بيدوش ردة فعل. الناس فعلا كله استخبى في القطيع، ما بيدوش ردة فعل غير لما بياخد بنت من الجمهور بيبقى هيغتصبها قدامهم، بيقوم ابوها بيدافع عنها، فبيقوموا كلهم وراه يضربوه لانه هدد التحضر بتاعهم، بيهدد الصورة اللي هم رسمينها لنفسهم ان هم ناس إليت. وبرضو المشهد ده مقتبس عن قصة حقيقية لنفس الفنان أوليك، ده عمل عرض قبل كده وكان بيمثل فيه ان هو كلب، وفعلا حرفيا عض واحد من الجمهور في رجله، والموضوع كبر جدا. هو لما بيتقمص بيروح ما بيجي حدش بيعرف يرجعه تاني، وجابوا الشرطة وجابوا الإسعاف وكانت ليلة. فهو هنا بيكرر الدور ده بس هنا بقى بدور شمبانزي. بعد كده بيجيله بقى طفل من الناس سكان العمارة اللي هم ساب فيها الورق اللي هو انا عارف ان انت سرقت، وكتب ورقة وحطها في البيوت وحطها قدام الشقق في العمارة اللي هو لقى فيها لوكيشن الموبايل، لانه عادي ان انت تقول على الناس دي كلها انهم حرامية، يعني هو هيرمي الاتهام ويشوف هيصيب مين. فبيجي ولا منه بيقول ان اهلي زعلانين وفاكرين ان انت بتقول عليا انهم حرامي وانا ما سرقتش حاجة، تعال اقول لهم ان انا ما سرقتش. فبيخاف منه مع انه طفل وبيترعب منه، وبيطلع بقى السلالم العالية لبيته فوق وبيفضل خايف من اللي تحت. بقى كده بينزل يدور على الولد لان هو عنده احساس ان هو انسان كويس، فبيدور على رقم الولد، بيكتشف انه رمى الورقه في الزباله، بيطلع يدور عليها في الزباله في مشهد رائع جدا، والمطر بينزل عليه وهو في كوم زباله كبير. وبعد كده بيطلع ما بيعرفش يكلم الولد، ما بيردش عليه، فبيصور له فيديو بيديله فيه محاضره عن الاخلاق وعن تحضره وقديه هو انسان كويس ونفسه غير العالم بس ما يقدرش يغيره لوحده. بعد كده بنروح لمشهد المؤتمر الصحفي، كارثة بقى. بنشوف هنا يعني انت مستحيل تكسب، هتدافع عن الفيديو، هيقولوا عليك مجرم وبتشجع على العنف، هتقول الفيديو انا اسف وكان غلطة، يبقى انت ضد حرية الرأي، مش هتبسط حد في الحالتين، انت مش هتبسط حد. فبنشوف الكارثة وهي بتنبني بقى في المؤتمر الصحفي، والناس بتهجم عليه بميكروفوناتها وتصويرها وكلامها، كل الناس عايزة حد تمسك فيه. واول ما بيحصل الجدل كله بيسكت عشان يسمع، كله خد اهتمامهم خلاص، هو تملكهم دلوقتي لما لقوا حاجة مثيرة للجدل يمسكوا فيها. بعدها بياخد بناته وبيقرر ان هو يروح يعتذر لأهل الولد، بيروح بيلاقيهم نقله. طبعا هو طالع بنشوفه بقى هو بيطلع سلالم، بذل مجهود، بيبذل مجهود شديد جدا عشان يتغير وعشان يعمل حاجة صح، ولكن كان متأخر وبيطلعوا ان هم نقله ومش موجودين. وبعد كده بيرجع بيخش النفق، بيفضل في النفق مدة طويلة جدا في سكوت، بنام بيبصوا عليه هو بص قدامه، وبينتهي الفيلم. الفيلم ده عايز ايه؟ عايز يقول لنا ان احنا في واحدة من اغنى دول العالم، الناس منمية على الرصيف، وفي واحدة من اكثر الدول ثقافة وفن وادب، العنصرية في كل مكان، التعالي
والنظرة الدونية لكل ما هو مش معانا ومش مننا، حتى في الخير، حتى ان انت تعمل خير وطرف صباعك بالكريدت كارد، ان انت شايف ان اللي انت بتعمله خير ده مش انسان ملوش الحق انه يرفض او يوافق او يتشرط، لا انت تاخد الحاجة وانت ساكت وتقول لي شكرا. فالاحساس الزائف ده بالسوبريوريتي، الاحساس الزائد بالعظمة من ناس تظن ان هي هتصلح العالم بفن اصلا محدش فاهمه، محدش مهتم بيه غير السيركل بتاعتهم، غير اللي جوه المربع بتاعهم. في الاخر الناس اللي انت بتحاول تساعدهم بالفن ده مرميين قدام المتحف نايمين على الارض، فبنلاقي فيهم خوف على التحضر الزائف ده اكتر من خوفهم على الانسان، على قيم الانسانيه، على البني ادمين نفسها. كل ده في زمن تحتاج فيه لاثاره الجدل، لحاجه تفرقع، لحاجه تجذب اهتمام الناس، عشان هم مش مهتمين بحاجه، مش مهتمين كم واحد مات، مش مهتمين كم واحد مش لاقي. في زمن انت محتاج تكون فيه اشقر وعينيك ملونه عشان تبقى في نظر اوروبا انسان يستحق المساعده وليك قيمه ونفتح لك باب البيت، عند ناس عندهم فكره ساذجه جدا عن الفقر وعلاجه وطريقه علاجه، وفي عالم الفن الحديث فيه وفن الشارع ملهمش اي علاقه بالشارع. الفيلم نجح جدا على مستوى النقاد وحصل على 34 جائزه، من ضمنهم جائزه السعفه الذهبيه في مهرجان كان، واخد 44 ترشيح من ضمنهم ترشيح بأوسكار أحسن فيلم أجنبي. وتقييمات الفيلم هي على IMDb الفيلم واخد 7.2/10، على ميتا كريتيك الفيلم واخد 73%، وعلى روتين توميتوز الفيلم واخد 70% من الجمهور، ومن النقاد 85%. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، أحب أسمع رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو لايك شير سبسكرايب، واشوفكم في حلقة جديدة من ارت لاب.